هاتفيا ينضم لنا سادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. ورحبوا بك سادة السفير. أهلا بك. أهلا بك. كيف تنظر لأهمية هذه القمة بين إفريقيا وأمريكا في هذا التوقيت؟ في الحقيقة هذه القمة جاءت متأخرة عن الموعد الذي كان مرجوا منها، ولا يعني آخر قمة عقدتها الولايات المتحدة مع دول الأفريقية كانت في عام 2014 أثناء ولاية الرئيس أوباما، في حين أن الدول الكبرى الأخرى مثل الصين تعقد قمة أفريقية صينية كل 3 سنوات، والفرنسا كل سنة، واليابان في كل 3 سنوات أو 2 سنين ولا أتذكر، حتى فيتنام تعقد قمة أفريقية فيتنامية. فالذي دفع، يعني قد أكون مخطئة لكن أعتقد أنني مصح في رأيي، أن الولايات المتحدة أسرعت بعقد هذه القمة نظرا لخشيتها من التغلغل الصيني في أفريقيا، وروسيا في داخل وسط أفريقيا بالأسلحة والمرتزقة. فحتى أن وزير الدفاع الأمريكي خطب الدول الأفريقية المشاركة في القمة وحذرها من التغلغل الصيني والروسي في هذه القمة، ولكن لا بأس من ذلك، حتى أن الولايات المتحدة أحست أنها متأخرة في التعامل مع الدول الأفريقية. الصين علاقاتها التجارية صادراتها إلى أفريقيا تزيد عن 260 مليار دولار، في حين أن الصادرات الأمريكية لا تزيد عن 60 مليار دولار، ولكن الولايات المتحدة تريل الحق بالقطار وتدعم علاقتها مع الدول الأفريقية. وأخذت يعني ملاحظة من الدول الأفريقية في تصويتها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة على فرض عقوبات داخل عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حيث أن العديد قليل من الدول الأفريقية التي أقرت فرض هذه العقوبات، والباقي اتخذ الامتناع عن التصويت ودعت إلى حل المشكلة بالطرق السلمية وبالتفاوض بين الجانبين. أعتقد أن ما ذكره وزير الخارجية بلينكن خطوة مبشرة، هي مأخوذة من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بتعويض الدول الأفريقية على المخاطر والخسائر التي تلحق بها من جراء تغير المناخ، وتغير المناخ الذي تأثرت به الدول الأفريقية يرجع أساسا إلى الدول الصناعية الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تضر بالمناخ وتتأثر به الدول الأفريقية. بهذه الصورة سعادة السفير، هل نحن أمام فرصة جيدة سانحة للدول الأفريقية لكسب أكثر شيء ممكن الحصول عليه من الإدارة الأمريكية الحالية؟ أعتقد ذلك، لأن العالم كله يتجه إلى التعاون مع الدول الأفريقية بما فيها روسيا والصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، وحتى الولايات المتحدة أصبحت مدركة لأهمية القارة الأفريقية، ليس فقط في موضوع التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن بدفع من الولايات المتحدة يوجد أكثر من 30 مليون أمريكي من أصول أفريقية. أعتقد أنهم دفعوا الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أنشط تجاه القارة الأفريقية، وكل الأمريكان من أصول أفريقية أو غالبيتهم يصوتون للحزب الديمقراطي. كما تعلم فإن الانتخابات النيابية والرئاسية ستعقد بعد 2 سنين، وهناك الرئيس بايدن يعتزم الترشيح نفسه مرة أخرى ضد الرئيس ترامب الذي أعلن أنه مرشح للرئاسة في عام 2024. لكن ربما يتساءل البعض سعادة السفير، 30 مليون أمريكي من أصل أفريقي، أين كان دورهم في السنوات الماضية؟ كانوا مشغولين بشؤونهم الداخلية. يعني وما الذي تغير الآن؟ أنا قدمت في الولايات المتحدة 2 مرات، والشعب الأمريكي غير مهتم بالسياسة الخارجية، ولكن ابتدى الوعي بين الأمريكيين من أصول أفريقية والأمريكيين من أصول أسبانية
وغيرهم من الأقليات الكبيرة داخل النسيج الأمريكي ضرورة قيام الولايات المتحدة بدور فاعل في السياسة الخارجية وألا تكيل الأمور بمكيالين. يعني عجبني واحد معلق أمريكاني كبير قال إن القمة الأفريقية الأمريكية تشعر أن هناك بعبع اسمه الصين موجود داخل الغرفة وهو الذي شجع الولايات المتحدة على عقد هذه القمة، ولكن سنفترض حسن النية في الإدارة الأمريكية وأعتقد أن الولايات المتحدة لها رصيد ضخم داخل القارة الأفريقية يجب أن تبني عليه. إذا استندنا لهذه الفكرة، مصر، ليبيا، السودان، تونس، المغرب والجزائر وأيضا موريتانيا، الدول العربية الإفريقية منذ أيام كانت في قمة مع الصين، محور الحديث، النقاش، التعاطي سياسيا مع هذه القمة كيف ترى شكلها؟ طبعا الصين نشطة جدا، لا تفرض شروطا مثل الديمقراطية أو حقوق الإنسان على المساعدات التي تقدمها للدول الأفريقية أو المشروعات العملاقة التي تقدمها من طرق وكباري واستادات رياضية ومراكز للمؤتمرات إلى غير ذلك، وتقدم القروض بشروط ميسرة جدا. فأعتقد أن الولايات المتحدة ستتفادى ذكر الصين رسميا داخل قاعة القمة أو تعطي دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان للدول الأفريقية، وسيكون ذلك خطأ كبيرا. هذا لا يعني أن ستعطي الدول الأفريقية تصريحا بانتهاك حقوق الإنسان أو عدم اتباع الديمقراطية، ولكن مشروطية ذلك وعدم مشروطيتها في التعامل الولايات المتحدة مع دول أخرى من العالم هو الذي يثير قلق الدول الأفريقية. والولايات المتحدة نفسها اعترفت أن الهوة بينها وبين الدول الأفريقية مسألة ثقة، حيث أن ثقة الدول الأفريقية في الإدارة الأمريكية والوعود التي تقدمها متضاءل بشكل كبير، وأيضا ثقة الولايات المتحدة بالدول الأفريقية واتبعها ما تقول عنه الولايات المتحدة النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان. سعادة السفير، في تقدير الإمكانات والمقومات، من يستفيد أكثر من هكذا قمة، الأفارقة أم الأمريكان؟ يجب أن يستفيد منها الطرفان. طبعا لا يمكن أن لكن نتحدث عن نسب مئوية. يعني الولايات المتحدة الأفريقية تشكل سوقا كبيرا للمنتجات الأمريكية. أمام الآن أصبحنا ننفذ اتفاقية جعل أفريقيا منطقة تجارة حرة تسمح بتبادل السلع والخدمات. لما زادت الاستثمارات الأمريكية في الدول الأفريقية، كلما أمكن للمنتجات الأمريكية أن تدخل الأسواق الأفريقية برسوم جمركية أو عدم وجود عوائق إدارية. هناك زي ما بيقولوا الأمريكان وين وين، يعني اكسب وانا اكسب. فاعتقد ان الاتحاد الولايات المتحده ستكسب والدول الافريقيه ستكسب، خاصه وان الرئيس بايدن اعلن انه سيدعو الى عضويه الاتحاد الافريقي في قمه الدول العشرين كعضو دائم. والدول العشرين اقتصادياتها تفوق ثلثي اقتصاديات العالم بالكل. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، كنت معي هاتفيا من القاهرة.